الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المفسر الإمام الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن من هذا الكتاب العظيم، وهو في مقام ذكر الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. قال: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار. نعم، الحياة الصحيحة هي ما قضاها الإنسان في طمأنينة وفي سكون وفي استقامة على طاعة الله عز وجل. هذه هي الحياة الصحيحة، وهي الحياة السعيدة التي تكون ملازمة لطاعة الله، وبها يحصل انشراح الصدر والقلب. هذه هي الحياة. ولهذا يتمنى بعض أصحاب الهموم والأحزان، لربما تمنى بعضهم انقضاء الحياة، ولربما تمنى بعضهم الموت، بل لربما دعا بعضهم بالموت. وذلك أن الحياة الحقيقية وحياة الإنسان الصحيحة هي ما كان فيه سعادة وطمأنينة، وإلا فقد يكون زيادة العمر له زيادة في الشقاء وزيادة في الهموم والأحزان. فهذه الحياة هي الحياة الطبيعية، وهي الحياة الصحيحة التي يحيا بها الإنسان. ولهذا فإن أهل الجنة يحيون هذه الحياة، وهي حياة السعادة وحياة الطمأنينة، بخلاف أهل النار فإنهم يحيون حياة الشقاء، فإن شقاءهم وزيادة الأعمار بل امتداد الأعمار وعدم انقضائها في النار هو في زيادة عذابهم، كذلك امتداد الأعمار في الجنة ولا انقضاء لها هو زيادة في نعيمهم. وإلا فحياة مليئة بالهموم والأحزان، فإن لربما تمنى صاحبها عدم هذه الحياة، ولربما تمنى الموت. وذلك أن الحياة الصحيحة والحياة السعيدة التي يعيشها الإنسان هي الحياة التي تكون بطمأنينة القلب وبراحة النفس وانشراح الصدر. هذه هي الحياة الصحيحة، وهذه الحياة هي التي يسعى إليها كل إنسان، ولكن الناس يختلفون في تحقيقها وفي طلب وسائلها، كما سبق أن ذكرنا. منهم من يطلب هذه الحياة السعيدة بالمال، منهم من يطلبها بالجاه، ومنهم من يطلبها بأمور يزعم ويظن أن حياته بها، فإذا حصل ما أراد من الدنيا لم تحصل له الطمأنينة، ولم يحصل له ما أراد من السعادة، فيعلم بعد ذلك أن السعادة ليست في هذا الأمر، وإنما السعادة هي في استقامة العبد على طاعة الله، فإذا ما حققها استقامت له الحياة. ولهذا يجد كل واحد منا النغص والكدر والألم بحسب ما يكون من الذنوب،
فكلما أذنب الإنسان ذنبا كبيرا أو صغيرا وجد مرارته ووجد ألمه في هذه الحياة إن كان في قلبه إيمان وحياة. ولا يمكن أن تستقيم هذه الحياة للمؤمن إلا بطاعة الله، وإلا فهو متألم، فإن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على المعصية. ولهذا يجد المؤمن من ألم المعاصي والذنوب ما يكون سببا في تنغيص هذه الحياة. ولهذا بكى الصالحون وأشفق المؤمنون من الذنوب ودام حزنهم بسبب كثرة الذنوب وبسبب ما يجدون من التقصير لعلمهم بخطر الذنوب عليهم. وأما الغافل فقد يقضي هذه الحياة وهو لا يشعر بألم تلك الذنوب، كما ذكر الإمام ابن القيم فإن القلوب تصح وتمرض، فقد يمرض القلب ويموت ولا يشعر به صاحبه، ويقضي هذه الحياة في ذنوب وفي معاصي وهو لا يشعر بألمها ولا يشعر بمرارتها، بل ربما كان سعيدا بحاله الذي هو فيه، لأن القلب قد مات والإحساس قد ذهب. وهذا بخلاف المؤمن الذي فيه وازع وفيه إحساس بمرارة الذنب وبخطر المعصية، فإنه ينقص عليه. ولهذا الحياة السعيدة في هذه الدنيا لا تحصل إلا لمن كمل الإيمان وحقق طاعة الله واستقام على دينه، فعند ذلك سيجد هذه السعادة، وهي التي عبر عنها أهلها وأصحابها أنهم في سعادة عظيمة غامرة. يقول بعضهم لو أقول لو لتمر بي أحوال، أقول لو أن الجنة في هذه في هذا النعيم وفي هذه السعادة إنهم لفي نعيم عظيم، بما يجدون من سعادة الطاعة في الدنيا. وسبحان الله ما من شيء يتعلق بالله إلا وهو أعظم مما يتعلق بالخلق، فأعظم نعيم الجنة النظر لوجهه، وأعظم نعيم الدنيا التلذذ بعبادته، وأعظم محبة هي محبته، وأعظم صلة الصلة بالله، وأعظم ارتباط وتوكل واستعانة ورغبة هي ما كان متعلقا بالله، وأعظم انقطاع هو الانقطاع لله عن الخلق، وكل ما يتعلق بالله فهو أعظم مما يتعلق بالخلق. ولهذا جنس اللذة التي يجدها المؤمنون عند النظر لوجهه يوم القيامة هي من جنس ما يتلذذون به من عبادته في الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فجنة الدنيا هي التلذذ بطاعة الله، فمن لم يجد هذه اللذة وهذا النعيم لن يدخل جنة الآخرة، لأن جنة الآخرة مترتبة على هذه الجنة، وهذه الجنة هي محبته والصلة بالله والأنس بالله، تعظيم الله عز وجل والاشتغال به عن الخلق والانقطاع إليه وتقديم طاعته ومرضاته على كل طاعة وعلى مرضات كل أحد. فهذه لذة عظيمة إذا وجدها المؤمن في الدنيا سيجد لذة النظر لوجهه، لأنها من جنس هذه اللذة. وهذا من حكمة الله أنه ما من أمر يتعلق بالله إلا هو أعظم مما يتعلق بالخلق. انظر إلى مقياس العلم بالله إلى مقياس العلم بغيره. أين العلم بالله بالنظر إلى العلم بالخلق؟ فالعلم بالله عز وجل أعظم من كل علم. ولهذا أعظم علم تلقاه الناس وعرفوه واشتملت عليه القلوب هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، هو أشرف علم وأنفع علم وأعظم علم اشتملت عليه القلوب وأنفع علم في السير إلى الله عز وجل. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن هذا العلم هو مفتاح كل علم صحيح، فإن العلم بالله وبأسمائه وصفاته هو مفتاح كل علم صحيح.
ومن حرم هذا العلم حرم مفاتيح العلم ولم يحصل العلم، وعلى قدر بعده عن الله وعن العلم به يكون بعيدا عن العلم. ولهذا نلاحظ أن العلم بالله الذي يتعلق بالأسماء والصفات وبالربوبية هو أعظم من العلم المتعلق بالخلق، فإن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد علمي يتعلق بالعلم بالله، توحيد العبادة توحيد عملي يتعلق بعمل المخلوق. وهذا العلم الأول وهو التوحيد العلمي أعظم من التوحيد العملي، لأن العلم أفضل من العمل، ولأن الأول متعلق بالعلم بالله والثاني متعلق العلم بأفعال المخلوقين، مثل العلم بصفات الله والعلم بعبادة من العبادات. أن يتعلم صفة الرحمة أو صفة القدرة أو صفة العلم لله تبارك وتعالى وما اشتملت عليه من معاني وما دلت عليه الأدلة من هذه الصفات والآثار المترتبة على هذا العلم، فهذا علم عظيم. هو فوق العلم مثلا بمعرفته بالصلاة والزكاة لأنه يتعلق بالله، كذلك الخلل والخطر المتعلق بالإخلال بالعلم الأول أعظم من الخلل والخطأ المتعلق بالعلم بعبادة الخلق، لأن الخلل في العلم بصفات الله عز وجل يورث الجهل بالله ويورث الشرك والكفر ويورث الجرأة على الله عز وجل، لأن من جهل ربه فجهله أعظم من الجهل بعبادته، ولأن العبادة أصلا لا تصح إلا بأن يعلم من يعبد. ولهذا أول علم هو العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فالعلم بالله مقدم على العلم بالعبادة. ولهذا يلاحظ أن سورة الإخلاص وهي متعلقة بالتوحيد العلمي وبالأسماء والصفات تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون وهي متعلقة بالتوحيد العملي تعدل ربع القرآن، فهذا مما يدل على شرف العلم بالله على العلم بالعبادة توحيد العبادة. وهذه قاعدة مضطردة، أن كل ما يتعلق بالله من جهة العلم فإن العلم بالله أعظم من العلم بغيره، وكذلك العمل، فالعمل لله أعظم من العمل لغيره. ولهذا تلاحظ أن قضاء الأعمار في عبادة الله أعظم من قضائها في أي عمل آخر للدنيا، وهكذا كل ما يتعلق بالله أو ما يكون مقربا إلى الله فهو أعظم مما يكون من الأعمال الأخرى، ولو كان في بعضها انتفاع للناس لكن ما كان لله فهو أعظم وأبقى وأنفع، وما كان للخلق وقد يكون صحيحا لكنه دون ما يؤدى من حقوق الله. ولهذا أعظم حقوق الخلق بعد حق الله حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق الله أعظم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحقوق بعد حق الله، ثم حقوق الوالدين وهما سبب الوجود، سبب وجود الإنسان، حقهما عظيم ولكن لا يتقدم على حق الله. وهكذا فإن إنه إذا تعارض حق الله مع حقوق الخلق فحق الله مقدم، وإذا أمر الوالدان بمعصية الله فلا طاعة لهما في معصية الله، وإذا أمر العلماء بمعصية الله فلا طاعة لعالم ولا لوالي ولا لوالد ولا لقريب ولا لبعيد في معصية الله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأمر بمعصية الله، فإنه يأمر بطاعة الله، ولهذا كان حقه أعظم الحقوق.
بعد حق الله. فهذه الأمور تدل على أن هذه السعادة وهذه الحياة لا يمكن أن تكون إلا بارتباط هذا المخلوق بالله، ارتباط الإنسان بالله تبارك وتعالى، هذه هي السعادة الحقيقية لمن طلبها. وإذا ضعفنا عن العمل وقصرنا فيه لا ينبغي أن نجهل هذه الحقيقة. أما العمل فالتقصير فيه حاصل، ولكن لا ينبغي لمسلم أن يبلغ به الجهل أن يظن أن السعادة في غير طاعة الله، أو أن السعادة في مال أو جاه أو منصب أو الزواج بامرأة جميلة أو وجود ذرية كثيرة أو وجود منصب أو جاه. جرب الناس من هذه الملذات ما جربوا، وجربوا من طاعة الله ما جربوا، فعرفوا فرق ما بين ما كان لله وما كان لغيره. ولهذا ما من لذة إلا وتصحبها ندامة، وهي ضعف من لذة الأكل والشرب والجماع وطلب المنزلة والجاه، لذات تلذذ بها الناس لكن مآلها إلى ضعف ومآلها إلى ضرر. كم من لذة أورثت صاحبها الندامة، بخلاف اللذة بعبادة الله. فلا يمكن لعابد عبد الله ما كتب الله له أن يعبد في عمر مديد يبلغ 60 أو 70 ولربما بلغ 100، فتجد أنه في نهاية الأمر ندم على عبادة الله أبدا. وإنما هذا يحصل لبعض من اشتغل بالدنيا فنهايته للندم، ويأبى الله أن تكون العاقبة لغير المتقين، العاقبة للمتقين. ومن هذا ما يجده الناس في آخر العمر، قد لا يتنبه الإنسان لهذه الأمور في بداية الحياة. الشباب قد لا يدركون هذه الأمور، لكن من بلغ 60 و70 وجرب الدنيا وعرف ملذاتها وآلامها يعلم أن خير ما مر به في هذه الحياة هو طاعته لله، وأسعد ما تلذذ به في حياته طاعته لله، ويعلم أن أعظم ما تعذب به هو كثير من الملذات التي يطلبها الإنسان من طلب المال والجاه والمنزلة والتلذذ بالنساء. كم من إنسان كان شقاؤه وتعبه وعذابه في الدنيا بسبب هذه الملذات. وأما تلذذ العبد بطاعة الله فإنها لم تورث ضعفا في يوم من الأيام، وإنما هي قوة، قوة في البدن، قوة في العزيمة، وقوة في طمأنينة القلب. فهذه الحياة كما ذكر المصنف رحمه الله هي قصيرة، وليس للإنسان من حياته إلا ما اطمأنت فيها نفسه وهدأت نفسه إلى طاعة الله. فلا ينبغي أن يجعل هذه الحياة محفوفة بالهموم والآلام، وإنما يقبل على طاعة الله. وكيف يكون هذا؟ يكون بأن يقضي هذه الحياة في الطاعة، فإذا أذنب استغفر، وإذا زلت قدمه أناب ورجع وتاب، وهكذا يقضي هذه الحياة، ولا يحدث نفسه بأن سعادته في غير هذا الأمر، في غير طاعة الله. وأما الدنيا فلا تحتاج ولا تستحق أن يندم عليها الإنسان ويكدر صفو حياته وأيامه في هذه الحياة بالندم على ما فات منها وبالتطلع على ما لم يجد منها. فهذا الذي كثرت همومه وهي ليست مما ينفع، بل هموم تزيده شقاء، بخلاف سعادته بطاعة الله عز وجل فهي أعظم سعادة. بل حتى همه وخوفه من الله ففيه سعادة. يعني لاحظوا الآن الخوف، حتى الخوف من الله
وحتى الندم على المعصية لكونه يتعلق بالله ففيه سعادة. فما من إنسان تمر به ساعة خوف من الله ما تكاد تنتهي هذه الساعة إلا ويجد لذة هذه الساعة لأنها في مخافة الله. والندم على التفريط يجد أيضا حلاوته لأنه في طاعة الله. فسبحان الله، حتى الندم وحتى الخوف وحتى الخشية وحتى البكاء من خشية الله فيه لذة، بخلاف الدنيا فإن الندم عليها يزيد حزنا. وأما ما يتعلق بالله فحتى ما يكون من الحزن الذي يجده المؤمن إذا ما أذنب فإنه يعقب ذلك انشراحا وسرورا لعلمه أن هذا في طاعة الله. ألا يبكي المصلي وتدمع عينه ويحزن قلبه في صلاته ويقول من بجانبه إن هذا الرجل لحزين، وما أن تنقضي هذه الصلاة ويستحذر المؤمن أنه بكى من خشية الله وأنه قريب من رحمة الله حتى يجد لذة هذا الخشوع. هذا لا يمكن أن يوجد في بكاء رجل على الدنيا أو على جاه ومنصب، وهذا مما يدل على أن كل ما يتعلق بالله فإنه نافع وهي سعادة، وإن كان يجد لها ندما وألما في وقت من الأوقات إلا أن مآلها إلى سعادة. فلا يمكن في الحزن على الدنيا أو البكاء من أجل فواتها أن يجد الإنسان له بعد ذلك فرحا ولذة في نفسه، بخلاف الندم على المعصية والبكاء من خشية الله والندم على ما قصر في ذات الله فسيجد بعد ذلك لذته إذا ما انقضى هذا الأمر. وأعظم من هذا عندما يدخل المؤمنون الجنة ويعلمون أن الله قد غفر لهم بخوفهم وبحزنهم وبندمهم على الذنوب والخطايا، فعند ذلك يحصل لهم النعيم العظيم واللذة التي لا تنقضي بل هي ملازمة لهم في كل حياتهم في الجنة. وهذه من آثار ما أصابهم في الدنيا في ذات الله. هل الشهيد الذي مزقت أعضاؤه في ذات الله ولاقى ما لاقى من الآلام إذا ما بعث ونظر إلى وجه ربه تمنى أن يعود إلى الدنيا ويقتل في ذات الله 70 مرة؟ هذا دليل على أن كل ما كان لله فمآله إلى لذة وإلى خير. بل جاء في النصوص إن الآلام التي يجدها الشهيد عند الشهادة كالشوكة يشاكها الإنسان حتى عندما يقتل في ذات الله، يخفف الله عن هذه الآلام ويظن الناس أنه يلاقي من الآلام، وهو في الحقيقة يخفف الله عليه هذه الآلام. وهذه لا تحصل لمن مات الموت الطبيعي، ولكن تكون مخففة لأنه قدم هذا البدن في ذات الله وجاد بنفسه في طاعة الله، فكانت له هذا كان له هذا التخفيف. ولهذا يموت كثير من الشهداء وهو مبتسم كما قال بعض الصحابة، وهو يعاين الموت في الشهادة يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. من الذي يقول هذا؟ هل يقول هذا ميت يموت في الدنيا يقول فزت؟ ما يقوله إلا الشهيد. وهذا يقوله أيضا من مات على فراشه من أهل الاستقامة والطاعة وهو في غاية السرور وفي غاية الفرح بلقاء الله. وأعظم الأمثلة لهذا موت نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خير بين لقاء ربه وبين أن يخلد في هذه الحياة، فاختار الرفيق الأعلى ومات على خير حال عليه الصلاة والسلام. مات وهو أعظم الناس منزلة عند الله، مات وهو يذكر بالتوحيد وهو يدعو الأمة إلى عبادة الله. أي منزلة
أعظم من هذه المنزلة. فهذا كله دليل وهذه شواهد ولا يمكن أن ينقضي الحديث عنها في أن كل ما كان لله فمآله إلى لذة وسعادة وسرور، حتى وإن وجد الإنسان في ساعته التي هو فيها لها ألما، لكن ليس هو ألم حقيقي، وإنما هو ألم يقود إلى لذة، وبكاء يقود إلى فرح، وحزن يقود إلى سرور، وتعب يقود إلى راحة. فما من شيء كان لله وبذل لله إلا مآله إلى سعادة وإلى نعيم يجدها الإنسان عند الله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذه قاعدة دلت عليها الأدلة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا ترك جاه الدنيا لله عوضه الله خيرا من الجاه، ومن ترك المال لله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك ملذات الدنيا لله عوضه الله خيرا منه. ومن رضي بمنزلته عند الله واكتفى بما له عند ربه عما له عند الخلق جعل الله له عزا ومودة ومحبة في قلوب المؤمنين أعظم من التي يطلبها بالتزلف إليه. ولهذا إذا أرضى الله رضي الله عنه ورضي عنه الناس، فإن الله إذا أحب عبدا نادى مناد في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي مناد في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول. هذا القبول وهذه المحبة والمودة التي جعلت في أهل الأرض والسماء لهذا العبد ما نالها إلا بطاعة الله، ولو طلب جاههم ومنزلته عندهم بغير ذلك ما حصل له. ولهذا من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذه الشواهد كلها تدل على أن هذه السعادة لا تكون إلا بطاعة الله، وأن هذه الحياة لا ينبغي أن تكون منغصة بالهموم والأحزان وبالندم على ما فات من الدنيا وبالتطلع إلى ما قد لا يحصله الإنسان، وإنما ينبغي أن يكون هم الإنسان دينه وطلبه مرضاة الله عز وجل. فحتى إذا ندم على شيء من ذلك فندمه يفضي إلى خير وإلى سعادة، وإذا حزن على شيء من ذلك فحزنه يفضي إلى فرح وإلى سرور. فهذه هي الحياة السعيدة التي تحصل للإنسان بهذه الاستقامة على طاعة الله. قال المصنف: فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، يعني الهموم والأحزان والآلام، طبعا يقصد ما كان في الدنيا، وأما ما كان من الهم في طاعة الله والحزن على معصية الله والاشتغال بطاعة الله فإن هذه ليست يعني شقاء، ليست من الشقاء بل هي من السعادة. قال: فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ينبغي للعاقل أن لا يعرض حياته للهموم والأكدار المنغصة، فإن الحياة قصيرة ولا تستحق أن يقضيها الإنسان في هموم وفي طلب للدنيا وفي تحسر على ما فات منها، إنما هي أيام وهي سنوات قليلة ولا يدري الإنسان متى يأتيها الأجل. فلا تستحق هذه الحياة بما فيها أن تكون محلا للهموم والأكدار، وإنما ينبغي أن تقضى في طاعة الله. والندم الذي ينبغي أن يكون هو الندم على المعصية، والطلب والهم الذي ينبغي أن يكون هو الهم في طاعة الله، وأما الدنيا فإنها لا تستحق هذا، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلا ينبغي لعاقل أن يؤثر هذه الحياة على الآخرة، لا من حيث الهم ولا من حيث الطلب ولا من حيث ما يقضي من ساعاته في العمل. ينبغي أن يكون عمله
لله، وأن يكون طلبه ربه، وأن يكون اجتهاده في هذا الأمر. قال ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، يعني الناس كلهم معرضون لهذا، وليس هناك فرق بين البر والفاجر، بل حتى بين المؤمن والكافر، كل معرض للبلاء، كل معرض للنقص، كل معرض للمرض، معرض للمصائب والبلاء. لكن الفرق بين المؤمن وبين الفاجر في احتساب هذا وفي عدم احتساب الآخر. ولهذا جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا لغير المؤمن، أن تكون هذه الحياة كلها خير ما بين شكر على السراء وصبر على البلاء، هذا لا يكون إلا للمؤمن. ولم يأتي في الحديث أن المؤمن ينعم عليه ولا يبتلى، بل إن هذا لا بد من البلاء ولا بد من النعم، وهو يتقلب بينهما. لكن حال المؤمن أن أمره كله خير، فهو ما بين شكر وصبر، ما بين شكر على النعمة وصبر على البلاء، وهذا ليس لغير المؤمن، لا يكون هذا لغير المؤمن. قال ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر، يعني من السعادة والاستقامة عليها والشكر على النعم والصبر على البلاء له الحظ الأوفر. والمؤمن المقصر له نصيب بحسب ما لديه من الإيمان، وأما الكافر فهو في شقاء عظيم جمع له بين مرارة المصيبة وعدم احتساب الأجر، وأما المسلم فهو مهما قصر ففيه احتساب. ولكن من كان عالما بالله وعالما بدينه يحصل له من الصبر ومن الرضا بقدر الله عز وجل ما يورث السعادة للمؤمن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره، وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي دفع ما وقع أو تخفيفه. ثم نبه المصنف رحمه الله قال ينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منها أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح له كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. هذه مسألة ترجع إلى إعمال الذهن، وأن يتذكر الإنسان ما هو فيه من النعم وما أصابه من البلاء، فإذا نظر إلى ما جعل الله له من النعم عرف أن هذا البلاء هو ليس بشيء بالنسبة إلى تلك النعم العظيمة. وأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان هو نعمة الهداية لهذا الدين. الإنسان إذا تذكر ما أصابه من البلاء مما يتعلق بالدنيا بالنظر إلى البلاء الحقيقي الذي أصاب الكافر في أن صرف عن عبادة الله ولم يسجد وجهه لله ولم يقر يوما رب اغفر لي ولم يعرف ربه طرفة عين، هذا الكافر الذي صرف عن عبادة الله بل ربما كان عابدا لوثن أو عابدا لشجر أو عابدا للحيوانات كالأبقار، وبلغ بالإنسان وبضعف عقله وبانحطاطه إلى أن عبد الفيران وعبد الفروج
ومن الناس من يعبد الشيطان، منهم من يعبد الأوثان. أي عقل وأي فهم وأي انحطاط بلغه هذا الإنسان عندما بلغ هذه المرحلة؟ انظر إلى ما من الله به عليك أن هداك إلى الإسلام فجعلك عبدا لله، أي شرف وأي وسام يحصل للإنسان أعظم من أن يكون عبدا لله، ليس هو بعابد للمخلوقين، لم يعبد شيئا من هذه المخلوقات العظيمة، لا السماء ولا الأرض ولا العرش، ولم يعبد أحدا من الصالحين على فضلهم، لا نبي ولا ولي، وإنما هو عبد لله. انظر إلى هذه النعمة في مقام من حرم هذه النعمة، ستجد أنك منعم عليك، وأن الله من عليك بنعمة عظيمة لا يمكن أن تقارن يعني ما أصابك من البلاء. والله لو أن الإنسان عاش في رأس جبل ليس عنده طعام ولا شراب ولا ما يستر به سوءته، وأنعم الله به، أنعم عليه بالتوحيد، فهو بخير عظيم. فكيف مع هذه النعم الغامرة التي نحن فيها من نعم الأرزاق وصحة الأبدان والذرية والمال والطعام والشراب والبيوت الفاخرة والسيارات التي تنقلنا من مكان إلى مكان؟ نعم عظيمة. لو نظرنا إلى ما يصيبنا من البلاء هو ليس بشيء بالنسبة لهذه النعم. وأعظم نعمة هي نعمة التوحيد ونعمة الإيمان. فإذا نظر الإنسان إلى ما أصابه وإذا به ليس بشيء بالنسبة لما ابتلي به غيره. كذلك بعد نعمة التوحيد نعمة الهداية لهذا الدين. كم من مسلم هو مسلم ليس بمشرك، لكنه مقصر في طاعة الله. أنعم الله عليك بالصلوات الخمس تؤديها في مسجد، هل هذا لفضل ولعقل ولذكاء وفطنة؟ لا والله، وإنما اصطفاك الله بين كثير من الخلق لم يحافظوا على الصلوات. من الله عليك بعلم، تعرف ربك، تعرف دينك، تعرف كيف تصلي، تعرف كيف تتنفل، متى تصوم، متى تفطر، كيف تقوم الليل، كيف تصوم النهار، متى تتصدق وكيف تتصدق. نجد عندنا علم كثير حرمه كثير من الناس، ولا يحقر الإنسان نفسه قل أنا عامي ما عندي شيء. أنت تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، تعبد الله على يقين، وهداك لكثير من العلم حرمه كثير من الناس. كذلك غير المراتب الكبيرة والمنازل التي هدى الله إليها عباده من النوافل والطاعات والصدقات، قيام الليل وصيام النهار، كل هذه منن من الله اصطفى لها بعض عباده. فإذا تأمل الإنسان في هذه النعم وأن ما أصابه من آلام أو فوات شيء من الدنيا فهو يسير بالنسبة إلى هذه النعم، عند ذلك يعرف نعمة ربه عليه ويكون محبا معظما لله أن اصطفاه لهذه الأمور من غير حول منه ولا قوة. متى يحصل للإنسان الشكر؟ إذا عرف أن ما به من نعمة ليست منه وليست من قبل عقله ولا من قبل نسبه ولا من قبل ذكائه، وإنما اصطفاك الله لهذا الدين، تعلم أن الله قد اصطفاك وأحبك وقربك ووهبك من الخير ما حرم منه الكثير من الخلق. وإلا ففي الناس اليوم من هو أعظم ذكاء من المؤمنين بلا شك، هؤلاء الذين اخترعوا الآلات وصنعوا الطائرات والسيارات وهذه الأجهزة الدقيقة التي بعضنا لا يحسن كيف يستخدمها، من الذي صنعها ومن الذي يعني اخترعها؟ أناس لهم عقول ولهم ذكاء ولهم فطنة، لكن انظر كيف حرموا الهداية مع ذكائهم وفطنتهم. وأنت هداك الله للدين مع ضعف عقلك، هذه منه اصطفاء من الله. وليس هناك خير إلا من الله،
فعند ذلك يعرف العبد أنه منعم عليه، وهذا حقيقة الشكر، أن يعلم أنه ليس له شيء عند الله، إنما هو منعم عليه، الله عز وجل هو الذي امتن عليك. وإذا أدركت عجزك عن شكر نعم الله هذا هو حقيقة الشكر، وإلا من ظن أنه بعبادته يشكر الله فهذا جهل، لأن الذي هداك إلى العبادة هو الله. ولهذا قال موسى: إن عبدتك فمنك، وإن بلغت رسالتك فمنك، فمتى أبلغ شكرك؟ وقال هذا داود، قال الله عز وجل: الآن بلغت شكري. قال العلماء: مرتبة الشكر أن يدرك عجزه عن الشكر. الواحد منا الآن إذا قال الحمد لله يظن أنه حمد الله وشكر الله، من الذي هداك بهذه الكلمة؟ الله عز وجل، فتستحق أن تقول الحمد لله مرة ثانية. من الذي هداك للثانية؟ هو الله. من الذي جعل في قلبك تأمل هذه المسألة ومعرفتها؟ هو الله. وبهذا ينتهي الإنسان إلى مرحلة يدرك أنه عاجز عن شكر الله، لأن المكافأة والشكر تكون بإحسان ليس من قبل من تؤدي شكره، أما الله عز وجل فلا يمكن للإنسان أن يبلغ شكره، لأنك كلما وفقت إلى عبادة فلله عليك منه فيها تحتاج إلى شكر، إلى أن ينقضي العمر وأنت ما استطعت أن تؤدي عبادة إلا بتوفيق الله، فيبقى في عنقك شكر هذه العبادة التي تموت عليها وأنت لم تؤدي شكرها، فعند ذلك يقبل الله من عبده هذا الشكر الضعيف وهذه الكلمة التي يقولها بلسانه، يكتب الله عز وجل له بها الدرجات العظيمة في الجنة. ولهذا من فضل الله أنه ينعم على الإنسان النعم العظيمة ويرضى من عبده أن يقول الحمد لله، تأكل طعاما لذيذا تنتفع به، ما جزاء هذا لو كان بمقياس الدنيا؟ لا بد من بذل الثمن، ولهذا من أكل طعاما جيدا من قبل من قدم هذا الطعام يريد قيمة هذا الطعام، فالله عز وجل من عليك بهذا الطعام، ما شكر هذا الطعام أن تقول الحمد لله. يرضى الله عز وجل بهذه الكلمة عن عبده ويكتب بها أنه من الشاكرين، أنه من الحامدين لله تبارك وتعالى. كذلك قال المصنف: يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة. يعني بعض الناس الآن يتشائم ويقدر حدوث الشر أعظم مما يؤمل من السلامة، وإذا تأمل أن ربه غفور رحيم وأنه شكور وأنه ودود فإنه يؤمل الخير، وكما جاء في الحديث: لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر إذا وجد فإن اليسر قريب، قد جاء في الحديث: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره يعني تغيير، فيرى العباد قانطين أزلين فيهم حزن وألم ويعلم قرب فرجه وتيسيره، فيؤمل الإنسان الخير، وإذا كان يخشى من أمر مخوف فعند ذلك يتأمل أن أسباب السلامة كثيرة وأن أسباب الخير كثيرة، ومن أعظم الأسباب أن مدبر حياته هو رب غفور رحيم ودود شكور، مهما فعلت ومهما أذنبت إذا قلت رب اغفر لي غفر لك، وإذا أسأت الدهر ثم لقيته بتوبة صادقة ناصحة غفر لك وبدل هذه السيئات حسنة، فكيف لا يؤمل الإنسان الخير من الله ويعلم أن مدبر الأمور هو ربه الغفور الرحيم، فعند ذلك يحصل له أن يكون مؤمنا للخير ويبتعد عن التشاؤم الذي يقع فيه بعض الناس. بعض الناس لا يقدر إلا الشر ولا ينظر إلى الخير ويعيش في أحزان وهموم كما ذكرنا، وقد يكون هذا الشيء مقدر عليه.
لكن عاش حياته في تنغيس، بخلاف المؤمن فإنه وين أصابه شيء من البلاء فتجده في سعادة. فهذه الأيام ستنقضي، بعض الناس يقضيها في أحزان وهموم وآلام، وبعض الناس يقضيها في سعادة وانشراح، وفي النهاية لن يصيبه إلا ما كتب الله له. لكن إذا كان مؤملا للخير، يرجو من الله الخير، يحسن الظن بالله، يؤمل الخير، يؤمل الفرج، دائم البشر، دائم توقع حدوث الخير، فإنه سيقضي هذه الحياة وهو في أمل وهو في تطلع. ولهذا فرق بين المتشائم وبين مؤمل الخير، الذي يرجو الخير تجده دائما شرح الصدر، بينما هذا دائما يتوقع الشر والبلاء، ومهما وجد من السعادة فإنه لا يكاد يجدها، لأنه يتطلع إلى المستقبل ويخشى من أمور قد لا يكون لها وجود وقد لا تكون مقدرة عليه، مثل الغني الذي يخشى الفقر، لا يزال في خوف من الفقر إلى أن يموت وهو غني ولم يقدر الله عليه الفقر، لكن كان منقصا له طوال حياته. وهذا بخلاف المؤمن الذي قد يبتلى بالفقر فيصبر فيكون سعيدا مع فقره، وذاك شقيا مع غناه. ففرق بين الاحتساب وبين أن يؤمن الخير، وبين من يكون متشائما يتطلع إلى المستقبل بحزن وألم. وليس هذا من يعني طلب التوكل على الله عز وجل، ولكن هو خوف ليس له مبرر. وأما التوكل على الله فهو من أنفع ما يكون، أن يكون متوكلا على الله، يدعو الله ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ويسأل الله أن يصرف عنه شرور الدنيا والآخرة، هذا لا بد منه. لكن الذي يحذر منه هنا، حذر منها الشيخ، أن يكون مستسلما لهذه الأحزان وهذه الآلام، متوقعا للشر من غير عمل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، نفع الله بما قلتم. قل السائل: ذكرتم فيما سبق أن المبتدع يبغض من وجه ويحب من وجه آخر لأن عنده أصل الإيمان، فكيف نوجه كلام من قال من السلف أن من شهد جنازة مبتدع كان في سخط الله تعالى حتى يرجع؟ دائما أنا أنصح طلاب العلم أن ما جاء من كلام أهل العلم ومن كلام السلف ينبغي أن يفسر بالرجوع إلى الأصول، لأن لا يمكن أن يكون كلام السلف معارضا للأصول معارضا للأدلة. ومن الناس من يأخذ بهذه الآثار ويهدم بها أصول الشرع ويتناسى ما دلت عليه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من الصلاة على مسلم، وإنما كان قد يؤدب بعض من حصل منه تقصير فيمتنع من الصلاة عليه ويأمر غيره أن يصلي، فترك الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة وقال صلوا على صاحبكم. انظروا إلى الفقه، ماذا قال شيخ الإسلام في هذا الموطن؟ قال رحمه الله: ولا يجوز أن يجمع المسلمون على ترك الصلاة على مسلم، بل لا بد أن يصلي عليه بعضهم. قال: وإذا تركوا الصلاة عليه جميعا أثموا جميعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصلاة عليه وهذا غل من الغنيمة وهذا صاحب دين؟ فدل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أنه مقصر، ودل قوله صلوا على صاحبكم أن الصلاة عليه مشروعة. ولهذا لو رجعت إلى كتب الفقه وإلى بحث العلماء لحكم الصلاة على المسلم، وعندما نقول مسلم ليس بمشرك، وعندما نقول مسلم لا يلزم أن يكون سالما من البدع والمعاصي، فإن المسلمون مجمعون وعلماءهم مجمعون على مشروعية الصلاة على كل من مات من المسلمين فاسقا أو مطيعا. لكنهم أيضا يقررون مشروعية ترك الصلاة
على المقصر وعلى العاصي وعلى المبتدع. لماذا؟ من باب الزجر لغيره عن مثل فعله. هذه عبارة شيخ الإسلام، قال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين زجرا لغيره عن مثل فعله، ولم يتركها معتقدا أن الصلاة على العاصي أنها غير جائزة. إذن هذه المسائل ينبغي أن نتنبه لها، وأن هذه أصول مقررة. قول بعض السلف يعني ما تحذيرهم من المشي في جنازة المبتدع، هذا في مقام التعظيم لأهل البدع، وفي مقام توقير أهل البدع، وفي مقام عدم الإنكار عليهم. وأما إذا أنكر على المبتدع وبين حاله وحذر من بدعته، فإن هذا لا يعني أن تعطل الحقوق الواجبة للمسلمين فيما بينهم. ولو قلنا بهذا ما صلينا على أحد من المسلمين، لأنه ما من مسلم إلا فيه تقصير وله ذنوب. ولكن هذه من رحمة الله إن شرعت الصلاة على كل مسلم، وأما من بلغ في تقصيره إلى حد الشرك والعياذ بالله هذا الذي لا يصلى عليه. أما من كان مسلما موحدا وله قصور وتقصير في بدع وفي المعاصي، فإن هذا تشرع الصلاة عليه بإجماع العلماء ولم يخالف في هذا أحد. ومن كان في شك فليرجع إلى كلام العلماء عند في كتاب الجنائز وفي حكم مشروعية الصلاة على المسلمين. أما أن يكون حظ بعض طلاب العلم أن ينظر في بطون الكتب وينتزع أثرا عن السلف وهو لا يفقه ولا يعرف مقصود السلف ويبني عليه أحكاما لا يدرك خطورتها، هذا شيء خطير. ما كفر المسلمون وما استحلت الدماء إلا بالأخذ بأطراف النصوص أو بأخذ ببعض الكلام المجمل، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في المدينة على كل من أظهر الإيمان. وقد كان في المدينة من المنافقين ما نزل القرآن بوصفهم، فما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لعله منافق لعله كذا، وإنما كانوا يصلون على كل من مات مظهرا للإسلام. هذا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين لحذيفة، فكان حذيفة لا يصلي على من علم أنه من المنافقين، وأما بقية الصحابة فكانوا يصلون على كل من أظهر الإسلام. وهذا من رحمة الله أن من أظهر الإسلام تشرع الصلاة عليه حتى ولو كان عنده نفاق، فأمره إلى الله، لأن ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، حسابهم إلى الله. فكل من أظهر الإسلام صلينا عليه. يوم القيامة لا ينتفع بهذا الدين إلا من كان صادقا مؤمنا. ولكن في أحكام الدنيا كما قرر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعاملون من كان مظهرا للإسلام في المدينة معاملة المسلمين، مع أن القرآن نزل بأن فيهم وفي هذا المجتمع من المنافقين ما أخبر الله بصفاته. يقول السائل: رجل حضر إلى العمرة مع زوجته وأخت زوجته، فلا يجوز أن يسكن الثلاثة في غرفة واحدة؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها لأنه ليس بمحرم لها. وإذا حصل هذا فلا يجوز أن تسكن معه في مكان واحد وأن يخالطها وتخالطها، بل يجب أن تكون في مكان بحيث لا يخلو بها ولا ينظر إليها. والأصل أنها لا يجوز لها السفر مع زوج أختها، وإنما تسافر مع محرم لها. هل النفس اللوامة تكون مع الصالحين ولماذا؟ بلا شك النفس اللوامة لا تكون إلا للصالحين، ولهذا النفس الأمارة هي للمقصرين. وأما الصالح، ما من صالح إلا ونفسه تلومه. هذا أبو بكر خير الأولياء، كان يلوم نفسه، كان يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ويقول ليتني شعرف في جبين عبد مؤمن. وهذا عمر يمرغ خده في التراب ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وهكذا الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم، كانوا يلومون أنفسهم.
وما قوي إيمان رجل إلا صاحبه لوم النفس. كان ابن عباس في وجهه خطان، نقل في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء. كل هذه الشواهد تدل على خوف المؤمنين وعلى لوم النفس، وهذه النفس اللوامة تحصل للمسلم في بعض الأحوال، وإن كان هؤلاء الأخيار تغلب عليهم النفس المطمئنة، ولكن الصحيح أنه المؤمن يجمع بين طمأنينة النفس وبين لوم النفس أحيانا، ولا يحصل له دائما الطمأنينة وعدم الخوف، فإنه لا بد له من خوف، كما أثنى الله عز وجل على المؤمنين وعلى أهل الكمال منهم الأنبياء والرسل أنهم يخافون ويخشون على أنفسهم. فالنفس اللوامة هي النفس المؤمنة، والنفس الأمارة هي التي قصرت، وصاحب الذنوب والعياذ بالله أن تكون نفسه آمرة له بالمعصية، وأما النفس اللوامة فهي تطلب الخير وتلوم على التقصير. قول السائل: هل يجوز الذهاب إلى العمرة في مكة ثم رجوع إلى المدينة للاعتمار مرة أخرى في نفس السفر، علما بأني من بلد خارج السعودية؟ إذا رجع إلى المدينة بغير نية الاعتمار ثم نشأت له نية بعد ذلك لا بأس، وأما أن يخرج من مكة ليأتي إلى المدينة ثم يرجع إليها هذا خلاف السنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. نعم. يقول السائل: هل يجوز صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى في الحرم؟ نعم بلا شك، إذا انقضت الجماعة وفات الإنسان الجماعة الأولى يصلي الجماعة الثانية، وإذا انقضت الثانية وأقيمت جماعة صلى، لكن المنهي عنه هو الجمع بين جماعتين في وقت واحد، كان يأتي بعض الناس يدخل والإمام في التشهد فيقيم جماعة، هذا خطأ وخلل كبير، بل يدخل مع الإمام ولو كان في التشهد، ولا يجوز أن تقام جماعتان في وقت واحد. نعم. يقول السائل: علم بالله تعالى أعظم من العلم بالعبادة، كيف نحقق ذلك في أنفسنا وأولادنا وتلاميذنا، وماذا ندرسهم ليتحقق ذلك؟ العلم بالأسماء والصفات هذا طريق العلم إلى الله عز وجل، العلم بالأسماء والصفات، كما قال العلماء العلم يحصل بأحد ثلاثة أمور: إما برؤية المعلوم، أو برؤية شبيهه، أو بوصفه، والله عز وجل لم نره بأعيننا وليس له مثيل فيقاس عليه، فلم يبق من طرق العلم به إلا العلم بالأسماء والصفات، وهو ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. والمحروم والمحجوب والمخذول من ظن أن الأسماء والصفات تشبيه وتجسيم، فحرم هذا الخير، والموفق من هداه الله لطريق السلف، ومعرفة هذه الأسماء والصفات ومراقبة الله بها واستحضار عبادة الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات. يقول السائل: نريد منكم توجيها في بعض الأمور المهمة، منها على سبيل المثال: هناك كثير من المصلين ينامون نوما ثقيلا إلى حد الشخير ثم يقوم يصلي دون أن يتوضأ، ناهيك عن طريقة النوم. بلا شك أن النوم المستغرق الذي هو مظنة أن الإنسان لا يدري ما حصل منه فهذا ينقض الوضوء على الصحيح، ولأن النائم لا يدري ما حصل منه، ولهذا من استغرق نومه فإنه يجب عليه أن يتوضأ. بعض الناس يقول: أنا ما شعرت بشيء. النائم لا يشعر بشيء، ولهذا ينبغي له إذا نام أن يتوضأ. والصحيح أن النوم في نفسه ناقض على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا استغرق، لأنه مظنة الانقضاء، مظنة انتقاض الطهارة. نعم. ثانيا يقول: الله تعالى أمرنا أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، والذي نلاحظه أن هناك كثير من المصلين يرتدون ثيابا لا تليق ببيوت الله تعالى خاصة الحرمين الشريفين، مثل الملابس الرياضية والملابس الضيقة وكذلك المتسخة. بلا شك أن هذا مما يخالف الزينة التي أمر الله عز وجل بها عند الصلاة وعند المساجد، خاصة الملابس القصيرة بعضها لا يستر العورة، لا يليق بمسلم، كيف تصح صلاته
بهذه الملابس، وأحيانا الملابس ضيقة مثل البناطيل تنحسر على البدن، للأسف ترى أمامك من تنكشف عورته السوءة في الصفوف ترى للأسف، فأصبح الإنسان يغض البصر يخشى أن تقع عينه على عورة مسلم لكثرة جهل الناس اليوم. كنا ما كنا نرى هذا قديما، الآن يأتي من بلباس ضيق، لربما يأتي بلباس ينحسر عن العورة ويصلي، يعني بلغ الإنسان أنه ما يستطيع يأخذ لباسا تصح به صلاته. فينبغي المسلم أن يحرص على عبادته وأن يكون همه هذا الدين من حيث الطهارة ومن حيث اللباس، وأن يكون معتنيا بدينه أعظم من أن يأتي بدنياه. بعض الناس لا يبالي بهذه الصلاة كيف يؤديها، ولا اللباس الذي يدخل به المسجد، وكذلك النظافة فإنها مطلوبة، لا يجوز الإنسان يؤذي غيره برائحة، وأن يأتي بلباس لا يكون صالحا للصلاة، إما أنه قد تصحبه نجاسة، وإما أن يكون فيه رائحة مؤذية للناس. ويقول الملاحظ أيضا، نجد بعض من يتحدثون في أمور الدنيا، هناك من يرفعون أصواتهم في البيت. هذا أيضا من الملاحظات التي تحصل، ونرى أن بعض الناس وخاصة بعض من لم يتأدب ويعرف أحكام هذا المسجد ينادي صاحبه من مكان بعيد، وهذا قبل سنوات ما كنا نسمع، كان الرجل إذا دخل المسجد وأراد أن يحدث غيره أصغى إليه بصوت منخفض ولا يكاد يسمع به من جانبه. الآن بعض الناس يتكي على ساريه ويكون له صديق في آخر المسجد ينادي بأعلى الصوت يا فلان ترون هذا، هذا مما يتنافى مع أدب المسجد. كان عمر رضي الله عنه يؤدب من رفع صوته في المسجد، فمن أراد أن يحدث غيره فليأتي إليه ويحدث. فرق بين الطريق الشارع وبين المسجد، هذا المسجد ينبغي الإنسان إذا دخل المسجد، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأدب عند دخول مسجده، أن يكون متأدبا بأدب المسجد، أن يكون معظما لشعائر الله ولعبادة الله عز وجل. يقول السائل، إن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى ومعرفة ذلك، وهذا العلم لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يأتوا بتوحيد العبادة، مما يدل على أهمية العلم بتوحيد الألوهية. هذا لم يدخلهم في الإسلام صحيح، لكنه لن يدخل رجل الجنة بدون هذا التوحيد. فبعض الناس يرى، وهذا كما قرره أهل العلم في مقام التذكير بأهمية توحيد العبادة لمن أخل به، لكن لا ينبغي أن يظن أن التهوين من توحيد الربوبية، بل نقول أيضا لو أن رجل حقق توحيد العبادة وأخل بتوحيد الربوبية فإنه لن يدخل الجنة، بل هو مشرك. الشرك في الربوبية أقبح من الشرك في الألوهية، فهذا التوحيد أعظم وهو الأساس لتوحيد الربوبية. فلا ينبغي أن يظن أن العلماء عندما تكلموا في أهمية توحيد العبادة أن يظن أن هذا يؤدي إلى التهويم من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية مداره على الإقرار بأنه خالق، بأنه هو الذي رزق، بأنه هو الذي أوجد، بأنه هو الذي يدبر شؤون خلقه، وهذا له أثر عظيم في التوكل على الله وفي العبادة، وهو الأساس لتوحيد الألوهية. نعم. يقول السؤال، هل يجوز الدعاء باستعجال الموت؟ لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت ولا أن يدعو به، ولكن إن رأى بلاء أو خشية فتنة أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن في الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كنت تعلم أن في الموت راحة لي فاختر لي ما تعلم أنه خيرا لي. يعلق هذا على علم الله عز وجل. يقول السؤال، ما هي نقطة الضعف التي تسبق المعصية بعد أن يمر الإنسان بمرحلة توبة وإنابة سعيدة، ثم لا يجد نفسه إلا وقد وقع في نفس المعصية التي ظن أنه قد تاب منها؟ أشياء كثيرة، منها الجهل بالله، منها النفس الأمارة، منها الشيطان، منها الجلساء.